أسرار لم نلحظها من قبل عن الشخصيات الكرتونية التي كنا نشاهدها عندما كنا صغارا. مرحباً أصدقائي، كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بأفضل حال. سأقدم لكم اليوم 8 أسرار لم نلحظها من قبل عن الشخصيات الكرتونية التي كنا نشاهدها عندما كنا صغارا. شاجي وفيلما كانا عشيقين. ما لا يعرفه الجميع هو أن صناع مسلسل سكوبي دو الشهير حاولوا إظهار شاجي وفيلما كحبيبين منذ أن بدأ المسلسل بالظهور على شاشات التلفاز لأول مرة عام 1969، لكن لم يلحظ أحد هذا على الرغم من ظهورهما دائماً معاً، فكان يرقصان معاً وينتقلان معاً، بل وكل منهما كان يعتني جيداً بشأن الآخر، حتى إن شاجي كان دائماً هو من يحتفظ بنظارات بديلة لفيلما. وقد اعترف بإحدى الحلقات بأنهما مغرمان ببعضهما البعض، لكن شاجي قال بأنه لا يرغب في أن يعرف أحد هذا لتجنب رد فعل صديقه سكوبي دو. روكو وعمله المخل بالحياء. ظهر روكو بإحدى الحلقات وهو يبحث عن عمل جديد بعد أن خسر عمله السابق بمتجر المجلات، حتى وجد عملاً بخدمة عملاء. بالطبع لا يوجد أي شيء غريب هنا، لكن ما حدث هو أن روكو انتقل للعمل لتلقي مكالمات هاتفية بإحدى مراكز خدمة العملاء للبالغين فقط، ومهمته هو مساعدة العملاء لإجراء محادثات جنسية، ولهذا قام بتعليق لافتة مكتوب عليها: كن مثيراً، كن شقياً، وكن لطيفاً. كان لدى ستامبي لقاء مع صديقه مثلي الجنس. بإمكاننا أن نرى خلال إحدى حلقات مسلسل ستامبي أند رين الشهير أن ستامبي وابن عمه رين كانا يقضيان وقتهما داخل الخزانة، حيث كانا يلعبان في حوض رمال، ثم استدارا معا ناحية الكاميرا، فقال ستامبي: معذرة، هذا أمر خاص. وعندما أغلق الباب عليهما قال ستامبي: بإمكاني أن أبتلع سيوف. وهذا بالطبع إشارة إلى أن هناك لقاء مثلي الجنس. وما زاد الطين بلة أن هناك مشهداً آخر غريباً للغاية يظهر فيه رين وهو يقوم بنشر غصن شجرة فوق ظهر ستامبي. النهاية المأساوية لمسلسل الديناصورات. قليلون فقط من يعرفون النهاية الحقيقية لهذا المسلسل الشهير، والتي بالطبع كانت نهاية حزينة للغاية، حيث انتهى الأمر بتدمير الكوكب، ولهذا كانوا يستعدون مسبقاً لكارثة كبرى. وعندما جاء تلك اللحظة ظلوا يتعانقون، فقام الطفل بسؤال والده بكل براءة عما سيحدث، فحاول والديه تهدئته، لكن نعلم جميعا ما حدث بعد ذلك، وهو أن الديناصورات انقرضت بالكامل، وتلك هي كانت نهاية القصة. وتعمد صناع المسلسل إظهار تلك النهاية كرسالة موجهة للبشر، وهي كالآتي: نظرا لانقراض الديناصورات فإن البشر أيضا قد ينقرضون يوما ما. آباء البقرة والدجاجة. كنا نرى فقط سيقان والدي البقرة والدجاجة طيلة حلقات المسلسل. في الواقع كان يظهران فقط بنصف جسدهما حتى وهما يقومان بأنشطتهما اليومية، لكن ما لا يعرفه الجميع هو أن نصفهما الآخر كان محفوظاً داخل إحدى الخزانات، وهذا يعني أن والدي البقرة والدجاجة هما في الواقع مجرد ساقين فقط. لكن ماذا كنا نتوقع إذن من مسلسل به أخوين عبارة عن بقرة ودجاجة؟ سبب تسمية شين بهذا الاسم. يعتبر شين واحداً من أكثر الشخصيات المحبوبة بمسلسل جيمي نويترون الشهير، وقد تم تسميته بهذا الاسم تكريماً وشرفاً للإخوة ستيفز الذين اختاروا لقب شين ليصبح اسمهم الفني، ولهذا أصبح اسم هذه الشخصية شين ستيفز. وما لا يعرفه الجميع هو أنه مكسيكي. شفيق حبار ليس حباراً. يعتبر شفيق واحداً من الشخصيات الرئيسية الهامة بمسلسل سبونج بوب الشهير، وعلى الرغم من كونه سريع الغضب إلا أننا نعشقه جميعاً، وعلى الرغم من أن اسمه شفيق حبار إلا أنه في الواقع أخطبوطاً، وهذا يفسر سبب كون رأسه مدورة وليست مدببة كرأس الحبار. كورديج الجبان والحلقة المثيرة للجدل. تم تشفير إحدى حلقات مسلسل كورديج الجبان بجميع دول العالم، وذلك لأنها تتضمن جنساً وتمييزاً عنصرياً وعبودية وسوء معاملة، وهذه بالطبع مشاهد غير ملائمة للأطفال. كانت تلك الحلقة تحت عنوان القناع، وتبدأ الحلقة بوصول امرأة غامضة إلى منزل أبطال المسلسل، والتي كانت ترتدي دائماً قناعاً على وجهها بالإضافة إلى رداء أبيض، وكانت تكره الكلاب جداً، ولهذا كانت تحاول دائماً إيذاء كورديج.
ويرجع سبب كرهها للكلاب إلى قيام كلب شرير باختطاف صديقتها بوني التي كانت بينهما علاقة حب شديدة، وكان يعاملها هذا الكلب كجارية له، بل وكان يهدد فتاة القناع بالموت في حالة اقترابها من بوني. أجل بالفعل كما سمعتم، حلقة مليئة بالعنف بالنسبة لشخصيات كرتونية مخصصة للأطفال. حسناً أصدقائي، الآن أصبحتم تعرفون الأسرار التي لم نلحظها من قبل عن الشخصيات الكرتونية التي كنا نشاهدها عندما كنا صغاراً. يبدو هذا مفاجئاً، أليس كذلك؟ أراكم قريباً، تحياتي لكم وداعاً.